طبعا كل إنسان يخدم دينه في المجال الذي فتح الله عليه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأفضاهم علي، وأحياهم عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين سر هذه الأمة عبيد بن الجراح، سيف الله المسلول من هو خالد بن. لو تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وظف هذه الطاقات، لم يجعل الصحابة كلهم في مجال واحد، بل إن الإسلام لم يأتي ليجعل الناس نسخة طبق الأصل بعضهم من بعض. ولو أن الناس صاروا نسخة طبق الأصل بعضهم من بعض لفسدت الأرض ولما قامت الحياة على الأرض. فالإسلام جاء ليتوجه كل إنسان في مجاله الذي فتح الله عليه حسب رغبته وميوله، لكن بشرط أن يكون ذلك التوجه بضوابط الشريعة. أن يكون ذلك التوجه بضوابط الشريعة. لا يتصور عقلا أن الناس كلهم علماء، لا يتصور عقلا أن الناس كلهم أطباء، لا يتصور عقلا أن الناس كلهم تجار، لا يتصور عقلا أن الناس كلهم أمراء، لا يتصور عقلا أن الناس كلهم فقراء، لا يتصور. الأرض لا تقوم بذلك. ورفعنا بعضهم فوق بعضا درجات ليتخذ بعضهم بعضا بعض سبحانه. كل إنسان يخدم الدين خلال المجال الذي تميز به. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يرفع المصحف في آخر حياته، وكان يقول للمصحف: شغلني عنك الجهاد، شغلني عنك الجهاد. لكن لم يأتي الجهاد هو خالد بن الوليد، بل أني قرأت أثر عن خالد بن الوليد أنه كان إذا قرأ سورة قل يا الكافرون يخطئ فيها، لأن فيها مقابلة، فيها لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد، فلا يتقن قراءة هذه السورة رضي الله عنه. لكنه لما يأتي الجهاد وربهم هو رب واحد. فكل إنسان يخدم دينه في المجال الذي، ولذلك مسألة الخلافية التي ما هي أفضل الأعمال؟ أعمال النوافل، ما هي أفضل أعمال النوافل؟ بعضهم قال طلب العلم، بعضهم قال الدعوة إلى الله، بعضهم قال الجهاد في سبيل الله. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأعطى رأيا ينبه عن سعة الأفق التي يتمتع بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل بحسبه، كل بحسب. هذا قد يكون أفضل عمل له هو الدعوة إلى الله، وهذا قد يكون أفضل عمل له هو الجهاد في سبيل الله، وهذا يكون في مجال طلب العلم. كل إنسان في مجال، إذا تخصصت في مجال أبدع فيه. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من فتح له في باب فليلزم، من فتح له في باب فليلزم. ولذلك أنا أحذر، لكي يعني لا أطيل، أنا أحذر من أن يكون الإنسان ذواقا، أن يكون الإنسان ذواقا، بمعنى أن يأخذ من هذا شيئا ويأخذ من هذا شيئا ويبدأ لا يتخصص في مجال واحد، وفي النهاية يكون إنسان لم يخدم الدين يعني خدمة واضحة. ولو شبه هذا المثال وأعطيتك الآن لو شخصية، وأعطيت الأول مليون وأعطيت الآخر مليون، جاء محمد صاحب المليون الأول وأخذ المليون وصرفه 5 ريالات ووقف عند باب الحرم وبدأ يوزع على الفقراء والمساكين، هل هذا عمل خيرا أم لا؟ عمل خيرا. الآخر جاء وخذ المليون وذهب به إلى الجمعية الخيرية وبنى به وقفا، بنى به وقفا وسلمه للجمعية الخيرية. من أكثر نفعا من الآخر؟ المليون الثاني. ليش؟ لأن المليون هذا ركزه في مكان واحد في جهة واحدة فله. كذلك الإنسان يعني كل عبد الشفع على هذا المثال عبد الرحمن الفريان رحمه الله كان يقول عرضت عليه مناصب، عرضت عليه بعض الأعمال، ومع ذلك كان يقول: أنا رئيس الجمعية الخيرية لحفظ القرآن وسأبقى حتى أموت وأنا رئيس الجمعية لحفظ القرآن. وتوفي شيخ عبد الرحمن رحمه الله وهو رئيس الجمعية لحفظ القرآن، وتوفي وقد خلف وأخرج وأنتج من الجمعية الخيرية لحفظ القرآن عندما توفي أكثر من 120,000 حافظ وحافظ. كان مركز في هذا المجال. انت لابد انك تعرف قدراتك، تعرف طاقاتك، تعرف المواهب التي تمتلكها، استشر احد الناس، استشر المشايخ، استشر الناس الذين ربوك، المعلمون، المعلمين، استشر
الإنسان من هذا المجال. وأنا وأنت الثالث الرابع مشكل في النهاية مشكل جسد الأمة، مشكل هذا الجسد مثلا هو يتواتر مثلا عمة عظيم كمثلا الجسد الواحد، هذا دور المصبع وهذا دور الرأس وهذا دور العين وهذا دور اليد، كل واحد في مجاله، لكن كلنا